هنا في الدورة 16 لمعرض العقار سماب إيمو بباريس، جناح موحد ضم المجلس الجهوي للموثقين بالرباط وغرفة الموثقين بباريس، فضاء مشترك جاء كثمرة لشراكة استراتيجية بين الطرفين. أنشأنا هذا الرواق المشترك بين المجلس الجهوي للموثقين بالرباط وغرفة الموثقين بباريس بهدف مواكبة زبناء ذوي المعاملات الخاصة كالأزواج المختلطين والراغبين في الاستثمار داخل المغرب أو فرنسا، ونحن هنا لمواكبتهم في هذه العملية. كلمة السر مرة أخرى هي الاستباقية، هدفنا استباق المخاطر والتمكن من المواكبة القانونية للزبناء المغاربين والفرنسيين الراغبين في تأمين استثماراتهم بالبلدين. في هذه الحالة نجلس معهم ونقدم لهم الاستشارة اللازمة، نقول لهم هذا ما يجب فعله من منظور القانون الفرنسي وهذا ما يجب فعله حسب القانون المغربي. الجناح المشترك عرف إقبالا مهما وتميز بتقديم استشارات متنوعة نالت رضا الزوار واستحسانهم. الفكرة زوينة بزاف، انا عجبتني حقاش انا هذا المشكل كنت خصني لازم نمشي للمغرب ونمشي نشوف شي نوتير اللي يعطيني المعلومات، عاوتاني في المغرب صديقون على المدينه اللي تمشي ليها. دابا هنا الحمد لله راه في لاصالون دابا راه جاو دي نوتير كومبيتون وعطونا المعلومات على حسب ديك الاوراق اللي عطيتهم وداك الشيء. الى جانب الاستشارات الخاصه قام اعضاء هاتين الهيئتين طيله ايام المعرض بتاطير لقاءات مشتركه حول قوانين الارث والقانون المالي والقانون الدولي الخاص وقانون الاسره.